السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عندي باب والباب ده عايز احوله لشباك، طيب خلينا نعمل سيلكت اول حاجة على الباب اهوت واقول له edit family. طيب اول حاجة اعملها لازم اروح هنا للفاميلي كاتيجوري، تمام، واتأكد ان انا هغير الدور ده لويندوز. خلاص هو كده اتعامل معاه على ويندوز وكل الخصائص بتاعت الويندوز. طيب هاجي هنا في الفلور بلان جراوند، الباب هنعمل له هنا حاجة 2D، فال2D دي مش هحتاجها، فاقدر ان انا الغي الحاجات اللي هي ال2D ديت، تمام، بحيث ان انا لما اجي هنا يبان معايا الشباك دلوقتي. طيب خليني ممكن بس انت عايز سايب اسمه بس مختلف. طيب سيف از فاميلي وغار اسمه اهو ويندو، تمام. بعد كده هحمله هقول له انت بروجكت، وبعد كده السيل هاي دي ممكن اخليها مثلا 1200 مثلا. طيب تعال نشوفها في 3D. كده احنا حولنا فاميلي لفاميلي اخرى، وممكن اعمل سيلكت مثلا عليها تاني واقول له اديت فاميلي فنرجع لها تاني واقول له وريني في ال 3D او في الالفيشن. انا عايز الجزء ده، انا عايز الجزء ده يكمل معايا ويقفل، فممكن اقول له اديت اكستروشن، تمام. طيب هو عملها بالشكل دوت، فممكن انت بتعمل ايه، تقول له انا عايز مثلا اوفست مثلا المسافة دي مش فاكر 20 ولا قد ايه، ممكن نقيسها سريعا. طيب ممكن تقول له اوفست او كوبي، تمام. يبقى انا عندي الشكل ده هيكمل وده هيكمل مع ده. تمام. وبعد كده هقول له اوكي وتحمل قلب المشروع. واقول له اوفررايت فهي اللي هي اتغيرت معايا بالشكل ده.